أيام كتير قليلة، لازم نعرف كيف نستغلها بشكل صحيح، وقديه مهم الأهالي يقدموا الدعم النفسي والمعنوي للطلاب بهي الفترة. تفاصيل كتير مهمة يا ليلى، يمكن إذا كانوا الأهالي عندهم أول شهادة بالبيت أو أي معلومات وتفاصيل يمكن ما ينتبهوا. صحيح يا هايدي، وكتير بيصير حالة من التوتر بالبيت. صحيح. بين الأهل وبين الطالب، يمكن أحيانا بنشوف الأهل متوترين أكثر من الطلاب. لكن اليوم رح نحكي عن أفضل الطرائق للحفظ والتركيز، وخصوصا للطلاب اللي بيعانوا من صعوبة في الدراسة في الحفظ والتركيز، واللي كمان بيعانوا من حالة من التوتر اللي بتصير معهم فترة الامتحانات. في كثير من الطلاب بيقولوا نحن مخلصين هاي المادة بدنا نرجع نعيدها، يمكن هاي حالة التوتر اللي بتصير معهم انه نحن حسينا حالنا نسيانين هاي المادة. صحيح. اليوم كثير من النصائح رح نقدم لكم اياها مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستديو ربا خضور، اخصائية في طرائق التعليم وتطوير المناهج. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك دكتورة. اهلا وسهلا فيكي بجدك معنا لليوم. عم نحكي عن موضوع كتير مهم، وفعلا ايام كتير قليله تحديد مصير لطلاب الشهادات. خلينا نوضح بدايه شو هي الطريقه الصحيحه للدراسه، خصوصا انه نحن اليوم عندنا فروقات فرديه بين الطلاب. شو الطريقه الصح اليوم لحتى يدرس الطالب بشكل افضل؟ طبعا هالايام انتشر البرامج بين الطلاب، يعني مثلا لما الطالب خصوصي هالايام بتحضر لفتره الامتحانات بيكون عم يستنى وقت الامتحان، تلاقي في برنامج مثلا عملوا له كوبي لكل الطلاب انه هذا تتبعه، بتفيق الساعه كذا، بتستريح الساعه كذا، عندك وقت الاكل هيك، وقت النوم هيك. ولكن انا برايي انه هذا الكلام ما بينطبق على جميع الطلاب، مثل ما حكيتي هلا حضرتك في فروقات فرديه. تمام. بين الطلاب، وكل طالب عنده ساعه بيولوجيه، يعني عنده بهذا الوقت ممكن يكون بالحد الاعلى من التركيز، ممكن يكون الصبح، ممكن يكون الظهر وطالع. تمام. ممكن يكون بالليل، كثير متفوقين بحبزوا الدراسة بالليل، ولكن نحن بنحكي عن المحبز بشكل عام انه الدراسة تكون الصبح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها، ومثل بالانجليزي بيقول early to bed early to rise make a man healthy wealthy and wise. فبالتالي المحبز انه يفيق الطالب بكير ويبلش نهاره بكير. بس بشكل عام خليه يراعي الساعة البيولوجية تبعه ويحط برنامج يتناسب مع طبيعته. في عنا منطقة بالمخ اسمها نواة التأقلم، سوبرا كياماستيك نيكليوس. هاي النواة هي اللي بتحدد له ايمت بالضبط بيكون بالحد الأعلى من التركيز. فالفكرة من الطريقة أو البرامج بشكل عام أنه يكون أنا قاعد مركز ما عندي عوامل تشتت، وأسأل حالي أنا شو أنجزت خلال وقت التركيز يلي حددته لحالي حتى أدرس. تماماً. ومثل ما ذكرتي أنه في أشخاص فعلاً بيحبوا أنا بركز بهذا الوقت بالليل، في أشخاص ما بيقدروا يركزوا غير الصبح، في أشخاص يمكن بوقت الظهر حسب كل شخص. خلينا نحكي اليوم عن هل في طرق معينة فعلا يمكن الكثير من الطلاب بيعانوا من حالة التوتر والتشتت اللي بتصير معهم، أو في منهم بيقول يمكن ساعة أو ساعتين وقف نص ساعة أو ساعة متواصلة وقف خمس دقائق. خلينا نحكي عن هدول القصص أكثر. تماما. بطرائق التعلم والتعليم بشكل عام والتدريس في عنا طريقة شاعت خلال الفترة الأخيرة، طريقة البومودورو. هي طريقة بتقول للطالب أنه أنت حدد لحالك عير الساعة 25 دقيقة واكتب على ورقة صغيرة أنت شو بدك تأنجز بهال 25 دقيقة. بجوز يقول أنا بدي حل ثلاث مسائل، أو بدي أحفظ مثلا هذا الدرس خلال 25 دقيقة، وفعلا بيكون مقتنع من جواته أنا عندي حالة تشالنج، تحدي أنه أنا بهال 25 دقيقة بدي أنجز المهمات اللي كتبتها، وبيعير الساعة. بعد ال 25 دقيقة بتوقف الساعة وبيعطي لحاله خمس الوقت اللي هو خمس دقائق. هلأ هو لو استمر على هالطريقة بيلاقي انه اذا مثلا 25 دقيقة استراحة، 25 دقيقة استراحة، 25 ضرب 4 100 دقيقة، بيلاقي حاله قديش انجز. اما طالب تاني درس 100 دقيقة وممكن يشوف شو انجز، شافوا بالاحصائيات وبطرائق التعليم والتعلم انه يلي اتبع هاي الطريقة 25 بخمسة 25 بخمسة انجز اكثر من يلي قعد 100 دقيقة وبعدين لاستراح. فالفكرة انه انا بهال 25 دقيقة اكون مسجل المهام يلي بدي اخلصها، بكون بحالة تحدي مع ذاتي وبسأل حالي بالاخير انا يا ترى انجزت او لا. في عنا طريقة تانية اللي هي المايند ماب، طريقة الخرائط الذهنية. بيكون عندي درس، بيكون في عندي فكرة وفي عندي افكار متفرعة عنه، هي او مثلا على مبدأ شجرة العائلة تري، بيكون في عندي اساس
أساس وتفرعات وكل تفرع له تفرعات إلى آخره. دائما بعلم التعليم والتعلم بيقولوا إنه المخ ما بياخد التكست هو النص هيك مثل ما هو وبيحطه بالدماغ، دائما هذا النص بده يتحول لصور، هي الصور هي اللي بتقدر هو اللي بيقدر الدماغ يكون ذو ألفة معاها. الطريقة كمان الثالثة هي طريقة الكي ووردز، كلمات مفتاحية. يعني أنا عندي نص أو عندي درس أو عندي مقطع معين في كلمات مفتاحية بحطها على جنب، من خلال الكلمات المفتاحية أنا بستذكر شو في بالنص أو شو في بالدرس. أخيرا في عندي نماذج الأسئلة والأجوبة، كمان لما بيكون عندي نص أو شيء مقرر إلي بدي أدرسه يفضل أني حوله لطريقة أسئلة وأجوبة لحتى أخذ أكبر ما يمكن من استفادة من الطريقة اللي أنا اتبعتها. يعني ذكرتي طرق كتير مهمة لحتى يتحفز أكثر اليوم الطلاب على الدراسة بوقت الامتحانات، واللي أكيد بتختلف من شخص للتاني. طيب حكينا عن إذا فينا نقول النجاح الدراسي، إذا بدنا نقول الفشل الدراسي نحن شو بنقصد فيه اليوم، شو أسبابه؟ خلينا نتعرف عليه أكثر. تماما. هلا بعلم التنميه البشريه والطاقه الايجابيه، هلا حضرتك ذكرتي عنا ببدايه التقرير، ما في شيء اسمه فشل، في شيء اسمه تعثر. التعثر الدراسي بيجي بالمعنى بشكل عام هو عدم قدره الطالب على تحقيق الحد الادنى من النجاح، هي الطالب تعثر ما حقق. ولكن انا بدي روح لميول الطالب، الطالب انا شو بحب. في طلاب كثير بالمدرسه ما بتنتج، بالقطاع العملي بتنتج. يعني عندي طلاب مثلا بالمدرسة ما بيحبوا هيك طبيعتهم هن، بتقلي لهم مثلا عطل دولاب السيارة برا اطلع شوف لي، خلال كم دقيقة بيجي بيركبه، خلال كم دقيقة ممكن يفتح من قدام ويشوف شو القصة. فهذا ما فيني اقول عنه متعثر، ما فيني اقول عنه فاشل، هذا الشخص بينجح بمكان اكثر من مكان. صحيح. فبشكل عام الفشل هيك ما في شيء اسمه فشل، في شيء اسمه تعثر بمجال ما، تعثر بجانب معين. اليوم هدول الطلاب بيقعوا بكثير من المشاكل، وخصوصا الاهالي، يعني لا بدك تدرس. يعني يمكن دائما نحن بنقول كل شيء بيصير بالاجبار الا الدراسه، لكن اي اهل بيحبوا يشوفوا ابنهم من انجح الناس؟ اليوم نحن شفنا فعلا انه هو مو حابب هذا الشيء، بس نحن بدنا اياه يدرس لانه شايفين مستقبله بهذا الشيء. يمكن في طرق تحفزه او تساعده على الدراسه بعيدا عن الاجبار، ممكن في هيك حالات تتغير؟ طبعا اهم شيء الاهل ما يحسسوا الطالب انه حبه المشروط له بهيدا التحصيل العلمي. بالاخير لازم، في مقوله باللغه الانجليزيه بتقول don't judge a fish from its ability to climb a tree، ما تحكم على السمكه من خلال مقدرتها انه كيف بدها تطلع على الشجره. السمكه ما بتطلع على الشجره، السمكه محلها بالمي. فدائما خليهم ينتبهوا الاهل انه في عندي ميول، هي الميول ركز عليها مع اقناع الطالب انه هلا ادرس فتره امتحانات، فتره تحصيل دراسي، حس أكثر ما بتقدر عليه. أنت مو شرط، خصوصي طلاب الشهادة الثانوية، بحس الطالب حاله أنه الأهل متوترين إذا ما طلع له الفرع المعين. طيب ما بيصير كمان الأهل يحطوا ابنهم ضمن هذا الظرف النفسي لحتى يقلق ولحتى ما يعرف يركز أصلا. فالهدف الأساسي أو المطلوب من الأهل لحتى نتجاوز موضوع التعثر ونطلع بالمستوى لأعلى ما يمكن من قدرات الطالب، أنه يحسسوه بالطمأنينة. دائما يكونوا حواليه سند مو ضد. لازم دائما يحسسوه أنه شو ما أنت طالما عم تدرس عم تتبع الطرائق يلي متبعة أو الطرائق الصحيحة، فماشي الحال. النتيجة نحن منناقشها ومنحاول النتيجة نستخدمها لحتى تكون لصالحك بالمستقبل. فدائما الطمأنة، النقاش، الحوار، الجو الهادئ للعائلة هو أكبر دعم وسبورت للطالب. واليوم يمكن المواد الدراسية صعبة وكثيفة على الطلاب، بتلاقي يمكن بيخف عندهم التركيز وبيقولوا لك أنا ما عم بقدر ركز، ما عم بقدر أحفظ. خلينا نعطيهم هيك طرق أو نصائح اليوم كيف ممكن يزيدوا التركيز، يعني بعيدا كل البعد عن التشتت والتوتر اللي ممكن يرافقهم خلال هاي الفترة. طبعا مفاتيح النجاح هي مثل ما قلت التنظيم وسؤال النفس أنا شو أنجزت. كمان النظام الغذائي كتير مهم، يعني في أغذية معينة لازم يعتمد عليها الطالب. هلا طبعا تختلف الظروف المادية خصوصي بهالأيام، ما فينا نقول إنه كل الطلاب لازم يأكلوا اللوز لأنه في حمض الفينيل ألانين. بس في كمان بالمقابل أغذية ممكن تكون الأهل قادرين عليها بشكل عام، خصوصا مثلا الليفي فيجيتابلز،
الخضار المليئه الغنيه بالالياف مثلا، مثل ما حكيت اللوز، الشمندر كمان في ماده اليوريدين بتحفز على التركيز. في عندي نظام غذائي متوازن لازم يكون، نظام كمان يومي متوازن مثل ما قلت حسب طبيعه ساعات الطالب النوم كمان. تمام التركيز، ولا مانع من عدم حرمان الذات من الملذات اليوميه، مثلا اذا في زياره بدهم يروحوا عليها الاهل لفتره معينه، ما في مانع الطالب اللي عنده امتحان انه يشارك الاهل، او مثلا اذا ضيف جاي ما فينا نقول له للطالب لا تفوت تقعد مع الضيف انت عندك دراسه. تمام سحب التليفونات ضروري التخفيف، يعني انا مثلا ما فيني ادرس حط التليفون جنبي وكل ما طلعت نوتيفيكيشن انه هذا حط بوست هلا لنشوف شو حاطط، تماما. او مثلا بشكل عام اي شيء صار على الفيسبوك او على انستغرام بدنا نتابعه. يفضل انه الطالب لما يدرس يكون بعيد عن تليفونه لحتى يقدر يركز، يكون بعيد عن كل عوامل التشتت يلي ممكن تاخده من جو الدراسه. يمكن لازم نعطيهم يعني مثل نفس النظام الدراسي او عدد ساعات الدراسه انه وقت للتليفون، انه هذا يمكن بوقت الاستراحه انه هذا التليفون لك. هلا نحن اذا بدنا نروح لنقطه كثير مهمه، فتره المراجعه الطالب بيكون مخلص المنهاج هو والاهل، في منهم كثير يعني بيكونوا رجعوا لمرحله التسميع، انا مخلص هي الماده، رجعت انا نسيانه، في منهم لا بيلاقوا حالهم انه لساتهم مركزين، شو السبب؟ هل السبب الاساسي من طريقه الحفظ الاساسيه؟ هو ايه طبعا، هلا طريقة الدراسة الأساسية مؤثرة جدا، يعني دائما الطالب يفضل انه شو ما درس، مثلا انا خلينا نقول مثلا عندي انا 100 صفحة بدي ادرسها، إذا درست أول 25 صفحة يفضل انه ارجع عيد من الأول، يعني دائما الإعادة والتكرار، يعني وصلت لل 50 صفحة ما بقول أنا من الواحد للمية بروح على الصفحة 80، ما بكون مراجعة مثلا من الصفحة 1 لصفحة 10 كذا مرة، دائما وصل لمرحلة معينة ارجع عيد من الأول. بداية الدراسة بشكل عام لما أنت بدك تاخذ كورس لتدرسه ما تبلش من صفحة واللي بعدها واللي بعدها، أول شيء اعمل حالة سكيمينج مثل واحد عم يقرأ الجريدة، أول شيء ما بيقرأ صفحة سطر بسطر بسطر، بيفتحها كلياتها بيشوف شو في عناوين، بصير عنده فاميلياريتي وذ ذا بيبر، بصير عنده إحساس تجاه هذا فيلينج، يعني بصير عنده إحساس تجاه الشيء اللي عنده، فعنده حالة سكيمينج بالبداية، هي كثير بتعطيه إدراك إنه أنا شو بده يمر علي هلا ولا بعدين، والمراجعة إنه أنا شو ما درست بدي ارجع عيد من الاول لحتى وقت يجي الامتحان يكون انا هذا مرسخ بالعقل الباطن عندي، انا ما في داعي يعني خلقت بهالطريقه ذاكره بعيده المدى. وبرجع بقول في عندي النماذج الامتحانيه، تدريب على النماذج الامتحانيه بتساعد الطالب الحفظ بطريقه الكتابه على الورقه والقلم، هو كل ما شغل حواسه اكثر. هلا ذكرتيني انا بالبروفيسور تبعي بالمانيا كان قبل المحاضره اللي واقفه قدام المرايه احكي مع حالك كانك عم تشرحي للعالم، فهي انا شغلت حواسي اكثر انه انا عم بسمع شو عم بحكي، عم درجه التركيز تبعي وانا عم اعيد الافكار حاسه انه في حدا قدامي بده يناقشني، فكل ما شغل حواسه اكثر ان كان بالكتاب ان كان بالصوت العالي تماما، ان كان بالنقاش بيعطي. في مقوله هلا كمان ذكرتها للبروفيسور فرانكلين كمان هو خبير بالتعلم والتعليم، بيقول tell me I will forget، اذا انت قلت لي رح انسى، teach me I will remember، علمني بتذكر، but involve me I will teach I will learn، انه خليني ضمن الصوره، خليني متضمن او شاركني فانا رح اتعلم. دائما لما من حواسنا لنصير متضمنين الموضوع بنتعلم. يعني معلومات كثير مهمه عم تضولنا عليها اليوم ضمن صباحنا. طب خلينا نحكي كمان عن جانب ثاني، فينا نقول المسؤوليه الكبيره اللي بيحملوها الاهالي اليوم لطلابهم للاطفال، يعني بيقولوا لهم انه خلص انت لازم تصير دكتور، انت لازم ما يروح لك ولا علامه، بيروح هذا الطالب على الامتحانات بتلاقي عنده هذا الخوف انه اذا رح له نص علامه شو رح يكون ردود الافعال، قد ايه رح يصير عنده هون ضغط نفسي. خلينا نوضح انه هذا الشيء ممكن يكون تحفيز نوعا ما للطلاب، ولكن اوقات لا ممكن فعلا ياثر على نتيجتهم ويصير عندهم مشاكل نفسيه اليوم بحياتهم. تمام، لا ما له تحفيز ابدا لما بيجي الاب بيقول لابنه اذا ما دخلت مثلا الفرع الفلاني او اذا ما طلعت مثل ابن خالك وابن عمتك وجاي
جارنا، ليك جارنا قديش عم يدرس، هذا ابدا ما له اسلوب. دائما هلا حكيت انه لما بدنا نوجه طلابنا بنوجه طلابنا لانه على الانجاز، انا بدي احقق الحق الحد الاعلى من الانجاز خلال دراستي لهذا الكورس. انا لازم الاهل طبعا، حلو من الاهل كثير، في اهل ما عندهم وقت، ولكن في اهل بيكونوا عم بيراقبوا بشكل عام. انا ابني هلا قعد هالساعتين او هال25 دقيقة انجز؟ هذا السؤال يلي لازم يسألوه الأهل للطالب، أنت أنجزت؟ شو أنجزت؟ حققت؟ خلص أنت درست أو لا؟ ولكن أنه يروح لأبعد من هيك، أنت إذا ما درست الفرع الفلاني، إذا ما جبت علامة كاملة، فهذا رح حط الطالب ضمن نطاق القلق ورح يكون أقل إنجاز. يمكن الأهل لازم يكونوا اليوم مع حل وسط. في أهالي كمان بنلاحظ أنه ذكرتي نقطة عند حضرتك أنه ما عندهم وقت، يمكن في أهالي حتى عندهم وقت ما كتير بيهتموا بهذا الموضوع، والطالب كمان بيأثر على نفسيته أنه أهلي ما عم بيوفروا لي هذا الجو، ما عم يهتموا بموضوع دراستي، يمكن فترة الامتحانات بتكتر مشاوير أنه أنت أقعد دروس نحن بدنا نطلع، فكمان هذا بيأثر سلبي. يعني لازم نحن اليوم يمكن نتعادل نكون حل وسط. طبعا تعامل الاهل لازم يتراوح بين الشده واللين، يعني لا الشده الزايده رح تجيب نتيجه ولا اللين الزايد رح يلاقي نتيجه، ولكن احساس الطالب انه انا حدا معي بحبني، الحب تبعه ما انه مشروط بالانجاز، وبس هو عم بيراقبني انا شو عم بشتغل وانا عم بدرس، يعني انا شو انجزت، فهذا لحاله احساس بكفي، احساس ايجابي بيولد عند الطالب حافز منه لحاله، الطالب بيقتنع ساعتها. اما انا اذا بدي استخدم اسلوب القسوه اسلوب الشده وحسسه للطالب انه انا ما بحبك اذا ما جبت هيك واذا ما عملت هيك، فهذا رح يخفف عن رح كثير تنزل الانتاجيه، ما رح تطلع نهائيا. اكيد معلومات كثير قدمتي لنا اياها، بدنا نتشكر حضورك معنا ربا خضور، اخصائيه في طرائق التعليم وتطوير المناهج، واكيد بنتمنى التوفيق لكل الطلاب اكيد، وتمرق هالمرحله هيك بدون توتر وتكون هاديه، واكيد كل حدا يحقق اللي بيتمنى. فترة حرجة كتير للطلاب هلا، لأن كان بالانتقالية والثانوية والإعدادية، بنتمنى لهم كل التوفيق، بنتمنى لهم أجواء دافئة بالعائلة تخليهم يحققوا أعلى مستويات الإنجاز. آمين يا شكراً رب. شكراً لك دكتورة الربائي ولحضورك الحلو معنا لليوم، نورتينا.